حلول طبيعية لاسمرار الركب والأكواع. التقشير، حيث ترجع أسباب اسمرارها لتراكم خلايا الجلد الميتة دون التخلص منها بشكل منتظم، لذا من المهم تقشيرها باستخدام كريمات مقشرة أو خليط الليمون والسكر مع فرشاة ناعمة، ويكرر التقشير مرتين أسبوعياً، لكن تجنب التقشير الزائد. قناع الحليب والليمون، أمزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع مسحوق فيتامين إي والجليسرين، ثم أضيفي 4 ملاعق من اللبن. أمزجي جيداً لتحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على المناطق الداكنة واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الدافئ. قناع الليمون وزيت جوز الهند، أمزجي عصير الليمون وزيت جوز الهند وضعي المزيج على ركبتيك لدقائق، ثم اغسليهما بالماء الدافئ. التدليك، دلك الركبتين برفق بالحجر الجاف من حين إلى آخر، وتجنب التدليك الزائد عن الحد، ورطب البشرة مبكراً بعد الانتهاء من التدليك.